بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6th grade, you are welcome to a new English class to revise our grammar of Unit 5. It was complete and incomplete sentences and part of speech. يسعد صباحكم أساتذة جميعا. اليوم إن شاء الله رح نعمل مراجعة سريعة ولطيفة للجرامر اللي كان معانا بالفصل الأول Unit 5, اللي هو الجمل التامة والجمل المكتملة والغير مكتملة وأقسام الكلام. هلأ بس يعني للتذكير, every complete sentence has two parts. كل جملة مكتملة المعنى ومكتملة الستركتشر, يعني بنيتها مكتملة, لازم يكون فيها two parts. الأول subject والثاني predicate. السبجكت شو يعني السبجكت؟ هو الفاعل. Who or what the sentence is about, يعني مين اللي بقوم بالفعل, أو الجملة يعني بترتكز على مين, مين الإشي الرئيسي فيها. مثلا رح يعني هي السبجكت رح يكون noun, إما لإنسان أو مكان أو حيوان أو whatever. المهم إنه يكون noun بترتكز الجملة الأصلية عليه على السبجكت. For example, musician موسيقي, player لاعب, he pronoun تعود على هو, playground ساحة, lake بحيرة, jacket. المهم إنه يكون noun, لمكان لإنسان لحيوان لإشي جماد مو مشكلة. أما الشق الثاني اللي هو البريديكات, شو يعني بريديكات؟ What action the subject does or link the subject by telling what the subject is. يعني البريديكات هي الجملة اللي بتفسر اللي شو بيعمل الفاعل أو شو أي إشي له صلة فيه لحتى يوصف لي الجملة لحتى أنا أقدر أفهمها. For example, played فعل, struggled فعل, running is أو where أو am, أي إشي بيعود للفاعل بصلة إنه يفسر لي شو بعمل أو هو وين أو شو كان يساوي أو شو لابس أو whatever. خلينا نشوف الإكزامبلز ومن خلال الإكزامبلز راح تتذكروا. The talented musician played the violin. Talented اللي هو موهوب صفة. The talented musician, مين هنا السبجكت؟ هو الموسيقي الموهوب. شو ماله؟ played the violin. إذن where is the subject? The talented musician, هذا الموسيقي الموهوب شو عمل؟ هلا البريديكيت هي اللي بدها راح تعمل لي describing the action. إذن البريديكيت هي اللي بتوصف لي شو الفعل أو شو اللي بصير أو شو اللي يعني بعود للفاعل بصلة. played the violin, إذن هو بيعزف على الكمان. He struggled to catch the ball. He, هاي عندي subject, هو إجا هون بشكل pronoun. هو ماله struggled to catch the ball. هو كتير يعني عمل أشياء, يعني كان منافس إنه ضحى, عمل أشياء كتير عانى لحتى يمسك الكرة. مين هو هذا؟ يعني إما حارس المرمى أو البلاير أو أي شيء تاني. هلأ my thick sorry, هلأ هون where is the subject, he, شو البريديكيت, هو ماله, ما بعرف. بس إذا قرأت struggled to catch the ball, عانى لحتى مسك الكرة, هيني فهمت البريديكيت والسبجكت. number 3, my thick jacket, جاكيتي الخميلة, شو مالها, was very warm. إذن البريديكيت is the phrase which describes the actions أو أي إشي بيكون له صلة بالفعل. إذن السبجكت هو الفاعل, لازم يكون noun, والبريديكيت هي المكملة أو المفسرة للفعل أو المكان أو العمل اللي بيقوم فيه الفاعل. هاي أنا حطيت لكم هون subject and predicate. السبجكت هو أو هو أو what, شو يعني اللي بيصير, والبريديكيت الأكشن أو اللينكينج اللي هي أي صلة له في الفعل. نفس طبعا هون مكتوب the talented musician played the violin, نفس الأمثلة اللي أنا كتبت لكم إياها هون واضحة مش زي الصورة. يلا خلينا نشوف هذا الإكسرسايز. complete or incomplete, بدي أشوف هاي الجملة هي مكتملة أو غير مكتملة. that is the question, هذا السؤال, هل هي complete ولا إيش؟ it's incomplete. the bird flew back to the nest, هاي صورة الطير رجع على وين؟ على النست تبعه. هو اللي هو بفسر لي where أو
Who is the subject? Who is the subject here? The bird. إذن البيرد هو السبجكت الفاعل. What did it do? إذن who is the subject? The bird. هذا البيرد الإماية أو الأب هو اللي طار وراح جاب أكلات لأولاده الصغار. طيب what did it do? هو هذا العصفور شو عمل عشان يبين لي البريديكيت؟ Flew back to the nest. طيب يا سادس لو أنا قلت the bird flew طار العصفور أو قلت لكم the bird طيب ماله يمس العصفور؟ بقول لكم flew back to the nest رجع على عشه. إذن هون أنا بينت لكم البريديكيت اللي إيش عملت describes the action اللي وصفت لي الفعل ووصل وفهمتني الجملة. عشان هيك لما أنا قلت the bird شو ماله؟ I don't know. بس لما قلت the bird flew back to the nest إذن هذا هو البريديكيت. This is a complete sentence. Good? طيب. Example of an incomplete sentence. هنا طبعا complete sentence. هنا بدنا نشوف كيف صارت incomplete sentence. Look at the picture. يعني بتمنى أن يكون الصور عجبوكم يا سادس كمان. The big hairy spider. هذا العنكبوت الكبير. شو ماله؟ Who? What is أو who is the subject? The big hairy spider. إذن السبجكت عندي هو هذا العنكبوت المسكين. شو ماله؟ I don't know. ما بعرفش مسكين شو ماله. What did it do? We don't know. So this is not complete sentence. So because the group of words begins with a capital R. هون في عندي ملاحظة حلوة. هلا الجملة اللي بتكون مكتملة يا سادس بتكون لازم تبلش بكابيتال وآخرها full stop. حلو؟ هلأ الـ incomplete sentence لأنه without meaning ما بتكون إلها يعني نقطة. إحنا حكينا حتى بالعربي يا سادس الجملة لما بينتهي معناها أو بتكون جملة يعني كاملة المعنى بنحط نقطة بالآخر، أما إذا مش مكتملة بنحط full stop عشان إيش؟ نكمل المعنى the same as it's in English. Take the complete sentence. احنا قلنا الجملة المكتملة لازم تبلش بكابيتال وبتنتهي بفول ستوب، هون بتكون complete sentence. Take the complete sentence. Look at number one. The white horse. حتى لو انه ما عندي هون فاصلة ومو انه small letter هون، لما بقول لك الحصان الابيض ماله؟ We don't know. So هاي complete ولا incomplete sentence؟ It is incomplete sentence. Incomplete sentence. Why? لأنه we have just here we have a subject but we have we don't have a predicate. إحنا عندنا فاعل بس ما بنعرف شو الأكشن اللي عمله ولا شو التفسير اللي هو يعني رح يعود لي لحتى أفهم الكلمة. ما في لا تفسير ولا إشي بيوصله بصلة، بس أنا قلت الحصان الأبيض شو ماله؟ We don't know. So it is incomplete sentence. Look at sentence number two. The white horse is very fast. ماله الحصان الأبيض؟ Here the white horse is the subject. هنا subject. طيب is very fast. إذن هنا إيش؟ The predicate. So here is a complete sentence. هاي smile face إنه هذا الحكي complete sentence. هلا number three. Pizza with lots of cheese. Pizza with lots of cheese. البيتزا معجبني كتير. مالها؟ We don't know. Incomplete. Incomplete sentence. بس لما بقول I love pizza with lots of cheese. With lots of cheese. إذن هون إيش بقول أنا؟ This is a complete sentence. Why? لأنه البيتزا مالها؟ أنا بحبها معجبني كتير. فسو لما الجملة تكون مكتملة المعنى وأنا I can understand it, it is a complete sentence. But if there is no predicate, we can't, we don't know or we can't understand anything about the subject. So it is incomplete sentences.
بتمنى اني اكون توفقت اني عملت لكم مراجعه لطيفه وحلوه ل البارت اوف سبيتش الكومبليت والانكومبليت سنتنسز. This is Miss سهير شمعون, your teacher. I hope see you soon ان شاء الله في بدايه شهر 3 باذن الله تعالى. Good luck للجميع والله يعطيكم العافيه. وبرجع بكرر, if there is any question just ask me. الله يعطيكم العافيه, ومن هون لهذاك الوقت ان شاء الله بترككم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.